الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات الحديث، قال: أخرجه الترمذي وأصله في صحيح مسلم، وهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لدغته عقرب البارحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبك شيء. وهذه الرواية عند مسلم تدل على أن المحفوظ قولها مرة واحدة، وأن ذكر الثلاث شاذ، فالمحفوظ أن هذا الذكر يقال مرة واحدة كما وقع في صحيح مسلم. ولهذا قال المصنف: أخرجه الترمذي وأصله في صحيح مسلم، تنبيها إلى اختلاف اللفظين. ثم بين معنى الحمى بأن الحمى هي السم بفتح السين وتضم وتكسر أيضا، وقيل حدته يعني شدته. ثم نقل أن بعض رواة هذا الحديث في الترمذي قال: كان أهلنا يقولون ذلك فلدغت جارية منهم فلم تجد لذلك وجعا. ثم ذكر حديثا آخر لم يفرده بترجمة باعتبار كونه تابعا للحديث الأول، فما الصلة بين الحديث الأول والثاني في هذه الترجمة حتى جعل الأخير تابعا للأول؟ والصلة بينهما طلب دفع الضرر، ولهذا جعل الحديث المتأخر تابعا للأول في ترجمة واحدة، وهو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم. الحديث رواه الترمذي وصححه ابن حبان، وهو حديث حسن، إذن في هذا الحديث التصريح بأن أذكار المساء تكون بعد غروب الشمس، لأنه قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم، فالصباح بعض اليوم، ثم قال: ومساء كل ليلة. متى يكون المساء؟ إذا دخلت الليلة، فإذا دخلت الليلة صار اسم المساء، فمما يشرع له أن يقوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقوله 3 مرات.